السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لمتابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا للسحور، تنفع لسحور رمضان بطريقة سهلة وبسيطة، وهنغير في الجبنة، وهي الجبنة الميكس أو الجبنة بالخلطة. طريقة سهلة وبسيطة وهتاكلوا أحلى جبنة بالخلطة من صنع إيديكم. نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هحط أول حاجة في الفلاية، دي مش ليها مقادير، تمام؟ اللي عندك في التلاجة هتحطيه. حطيت في الفلايه وحطيت معلقتين من المرطه اللي بنطلعها من السمنه او اللي بنشتريها من السوبر ماركت، ومعايا هنا اقل من التمن جبنه رومي، يعني هي كانت باقيه عندي في التلاجة، ومعايا ربع من الجبنه البيضه. بواقي التلاجة ممكن تحطوها، ومعايا معلقه من الطحينه، ومعايا علبه زبادي، يعني بواقي التلاجة اللي عندك ممكن تحطيها، فهنا مش فيه مقادير زي ما انت تحبة، تمام؟ فحطيت علبة زبادي على الخليط السابق، ومعايا معلقة من البابريكا عشان تبقى نحمرها شوية، ومعايا معلقة من الزيت، معلقة من الزيت ومعلقة من البابريكا. مكوناتها سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم. ولو حابين جبنة قريش، لو عندك جبنة قريش بتحطوا جبنة قريش او جبنة حادقة زي ما انتوا حابين، بس انا عندي جبنة تلاجة عادية. ضربتها كويس بالشكل ده لغاية ما دابت ومقت كريمي بالشكل ده. هنزل عليها جزء هنا وجزء في الطبق التاني، ما شاء الله كريمية، وبتقعد في التلاجة بتتقل سنة كمان لو انتوا حابينها اتقل. هي بتقعد في التلاجة بتتقل شوية، لو حابينها في البداية اتقل بتزودوا الجبنة البيضة شوية. معايا هنا كانت قطعة من اللانشون هحطها هنا، ممكن تحطوا لانشون، ممكن تحطوا فلفل الوان، ممكن تحطوا خيار مبشور، ممكن تحطوا زيتون، فطبعا اللي انتوا حابينه بتفضلوه بتحطوه، بس هي طعمها حلو كده من غير اي اضافات تانية. فطبعا الجبنة دي حلوة جدا، هي جبنة الميكس او الجبنة بالخلطة، بتبقى في قسم الجبن في السوبر ماركت، بتبقى طعمها حلو جدا، وكمان احنا عاملينها في البيت بانضف واحسن، وبمكونات احنا عارفين احنا حاطين ايه، وحاطين حاجات نظيفة مش حاجات بواقي، يعني ساعات بتبقى الجبنة الرومي جايبينها من بواقي الحرف كده، لا احنا ضامنين نظافتها في البيت. وادي شكلها، وان شاء الله هتعجبكم وهتعتمدوها في سحور رمضان. طريقتها سهلة وبسيطة، مكوناتها بسيطة زي ما انتوا شايفين، وقوامها حلو جدا زي ما انتوا شايفين. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.